الاستاذ نور الدين الكاتب الاقليمي للمنظمه الديمقراطيه للصحه. هذا الشيء كان من المفروض انه يدار شحال هذه، ولكن حنا قلنا في هذا الوقت الراهن اللي هو صعيب شي شويه، وباش ما نبانوش حنايا مثلا ضد التيار، حنا راه مع التيار، فهمتي؟ باش ما يقولولناش الاخوان باننا حنا راه ما كنديروا العكوسات ولا هذه، ولكن هذا الشيء اللي كيدار راه بصراحه راه مضر للشغيله الصحيه. شنو هو اللي مضر؟ بمعنى اننا حنا 3 شهور ولا 4 شهور حنا كنتقاتلوا بهذا المفهوم، كننتظروا واحد 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 العرفان واحد الاعتراف الجميل ديالنا. في الاخر كنتفاجئوا ما كاينش الكونجيات، كاين الكونجيات عطانا السيد الوزير 19 ايام الكونجيات، يلاه الناس بدات كتسني لي سيساسيو وكتسافر وكتمشي، عاوتاني تانينات دون 24 دونك ما يمكنش. دونك الشغيله كلها مستاءله هذه المسائل هذه، دونك يجب اعاده النظر واعاده التصرف في هذه المسائل. وكذلك كما قلت لك الاخ بان الشغيله الصحيه كلها كانت كتقاتل وكتضحي بالغالي والنفيس في هذه كورونا وهذا المستجد. دونك بمعنى اننا في الاخر شنو كنديروا؟ كنتفاجئوا كنتحفزوا، ما كاين لا تحفيزات لا والو، كنتفاجئوا بان الكونجيات تحيدوا اقتطاعات، وزعما هادشي راه بصراحه تضرينا. دونك كنطلبوا من المعنيين بالامر باش عاوتاني يراعوا في الشغيله الصحيه، ويكونوا التحفيزات كل شيء. الشغيله الصحيه كتكلم على التحفيزات، تحفيزات ثم تحفيزات ثم تحفيزات. كاتبه المحليه ديال مستشفى محمد الخامس اسم المنظمه الديمقراطيه للصحه. حنايا هاد الوقفه هاد النهار جات في واحد السياق ديال اننا كنستنكروا وكنشجبوا هاد القرار الجائر ديال وزير الصحه، وكنحملوا المسؤوليه ليه والحكومه، لاننا حنايا في واحد الوقت اللي كنا دوزنا واحد المرحله اللي جد عصيبه، سمحنا في ولادنا وسمحنا في عائلاتنا. كاين اللي ما عمر اللي ما شافش والديه هذه 6 شهور وقل من شهر 3، كان كيتسنى هذا الكونجي فارغ الصبر باش يخرج ويمشي يرتاح هو وليداتو ويشوف والديه. كاين اللي ماتولو ناس ما حضر ليهمش، كاين اللي ماتولو والديه وما شافهمش، وكاين بزاف ديال الامور. كنتفاجئوا بان الوزير عظمى يعترف لنا بالجميل، اقل اعتراف هو انه كان يحفزنا، غير هذا تحفيز مادي ولو بسيط، في حين انه اقتطعوا لنا من الاجور ديالنا، مع اننا عمرنا ما قصنا حتى نهار طيله الحجر الصحي اللي داز، اللي كنا تنخدموا بالليل وبالنهار. من بعد الاقتطاع التحفيز اللي كانوا وعدوا به الموظفين في الاخر ما كانت حتى شي حاجه. في الاخر جينا وتنحبسوا ابسط الحقوق اللي الموظف البسيط مسكين اللي عانى، انه نحبسوه من العطله السنويه ديالو، اللي من ابسط الحقوق ديالو. اللهم ان هذا منكر، وحنا تنشجبوا وتنستنكروا هذا القرار الجائر، وكنطالبوا الحكومه وتنطالبوا وزير الصحه واحد الالتفاته ولو بسيطه، واحد العرفان ولو بسيط لهاد الموظفين، لهاد الاطر الصحيه اللي كانوا في الصفوف الاماميه، واللي كانوا هما اللي واجهوا الخطر، وكانوا كيواجهوا واحد المرض اللي ما معروفش، وما كان حتى شي واحد عارفو. حنايا كنا في الصفوف الاماميه، هذاك تيحتم علينا، هذاك هو القدر ديالنا، وهذاك وباء من عند الله. حنا امتثلنا وخدمنا، ولكن ماشي هذا هو الجزاء ديالنا، وشكرا. هذه وقفه احتجاجيه على تعسفات ديال وزاره الصحه ضد الموظفين ديالها في هذا اللي كانوا الواجهه مع هذه الجائحه ديال كورونا. انا شخصيا وحده من الناس اللي تعسفوا عليهم، انني كنت في رخصه وحبسوها لي بداعي الطوارئ، وناس اخرى كتستافد، لا تحفيزات لا اعتراف بالجميل، ويجيو من بعد هاد الازمه وهاد التضحيات وهذه كلها كامله، وفي الاخر ما يعترفوا ليناش حتى بانغرام. انغرام حنا بحال كاع الناس ما اعترفوا لناش، ويقول لك لا انتم ملزمين انكم تؤديوا الواجب الوطني، واللي ما التحقش بالفوت ديالو غادي يتعرض للمساءلات. حنا بغينا غير نعرفوا واش حنايا الات، واش حنا الات؟ ما كاين لا حمايه لا وقايه لا تحفيزات لا اعتراف بالجميل، على الاقل اعتراف بالجميل ما كاينش. وزاره كتنكر للناس ديالها. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العداله.